يا مساء الخير، راح نعمل اليوم كيكة تمر مرة سهلة ومرة لذيذة. بطل وصفتي لليوم منتجات الديوانية. عندنا هنا قشطة الديوانية المميزة وحليب مركز ومحلى الديوانية. طيب دحين حنتعرف على مقادير كيكتنا اللذيذة. عندنا هنا كاستين دقيق، كاسة تمر منقوعة في كاسة موية حارة ونتركها تبرد. حنحتاج لواحدة علبة قشطة من الديوانية، وحنحتاج لبيضتين، كاسة سكر، ثلاثة أرباع كاسة زيت، ملعقة صغيرة من القرفة، وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، وملعقة صغيرة من الفانيليا. وحنحتاج لعلبة حليب مركز محلى نكرملها. أنا اخترت إني أشيل الورقة وأضغطها في قدر ضغط. حوريكم بالضبط في فيديو قصير سجلته من قبل كيف طريقة كرملة علبة حليب مركز محلى. أول خطوة راح أعملها راح أنخل المكونات الجافة باستثناء السكر، أنخلها وأحطها في وعاء. الخطوة الثانية حاخد كل المكونات السائلة مع السكر والتمر بمويته وأخلطه في الخلاط. وعلبة حليب مركز ومحلى الديوانية المكرملة ما راح أحطها في الخلاط، حستخدمها للتزيين آخر خطوة. حضيف الدقيق وأنخله. بسم الله. حندخل القرفة كمان. أحسن كل المقادير الجافة تنخليها، وهذه بيكربونات الصوديوم وهذه الفانيليا. هذه المكونات الجافة كلها نخلتها. حبدأ أضيف المواد السائلة في الخلاط. في البداية حضيف البيض، الزيت، السكر، التمر المنقوع مع مويته، ونضيف علبة من قشطة الديوانية المميزة سهلة الفتح. افتحها بهذه الطريقة ونضيفها. بسم الله. نغطي الخلاط ونخلط كل المكونات سوا. عندي المكونات الجافة إلا نخلتها، دحين حضيف المكونات السائلة اللي خلطناها بالخلاط للدقيق وأقلب. حقلب الخليط على شكل دائرة ونص، نقلب بخفة إلين يتجانس الخليط. هذا خليط الكيك صار جاهز.
دحين حصب خليط الكيك في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق، أي صينية على ذوقك. خليط الكيك حصبه في الصينية. بسم الله. هدخل الصينية في الفرن. الفرن طبعا سخنته من قبل، يعني مسبق التسخين. هدخله على درجة حرارة متوسطة 180 درجة. وما شاء الله تبارك الله خرجتها من الفرن، شوفوا كيف صارت جاهزة. هتركها تبرد وبعد كده نزينها. طريقة عمل التوفي بالحليب المركز والمحلى، هختار طبعا الديوانية، منتجاتهم رهيبة ما شاء الله. فإلي حيصير إني حشيل الورقة هذه وبعدين أحط العلبة في قدر الضغط وأغمرها بالموية وأضغطها من نص ساعة إلى 40 دقيقة. ضروري ضروري تتركي العلبة بعد ما تضغطيها تتركيها تبرد تماما، تمسكيها باردة مش دافية حتى، لا باردة تماما، بعدين تفتحيها، ما تفتحيها وهي حارة أبدا. راح أشيل الورقة عشان أضغطها بالسكين، كده عملت خط وحشيل الورقة. هذه عندي العلب هحطها في قدر الضغط، ضروري الموية تكون تغطيها زي كده. أول حاجة تتأكدي إن الموية تغمرها. طبعا دحين حضغطها لمدة نص ساعة لأني أبغاها سائلة شوية. إذا تبغوها تخينة عندك من 40 دقيقة إلى ساعة، ساعة حتكون لك تخينة شوية، تنفع تستخدميها كحشوات للجوزية وغيره. طبعا لتغطية كيكة التمر حستخدم حليب مركز ومحلى الديوانية المكرمل. بسم الله هفتحه. شوفوا ما شاء الله، شوفوا اللون. طبعا انا خليته بس نص ساعة، قوامه جدا ممتاز. سخنت الملعقة بدي الطريقة، هي عشان تخنت شوية فيبغالها كده تدخل بالملعقة بس، يعني القوام شوفوا ممتاز للتغطية. أنا خليتها تقريبا 35 دقيقة في قدر الضغط. لو تبغيها أتقل تخليها لمدة ساعة، بس أنا أبغاها زي كده. شوفوا خلاص ما شاء الله فضيت العلبة تماما. خليني أوريكم اللون والقوام، رائع، شايفين؟ ممتاز جدا لتغطية الكيكة، والطعم لذيذ، توفي توفي، يجنن. حليب مركز ومحلى الديوانية. نزينها بأنصاف التمر. مسألة التزيين هذه بالكامل على ذوقك.
وآخر حاجة نجمة اليانس هون تقريبا كده خلصنا. زي ما قلت لكم مسألة التزيين هذه ترجع حسب زوجك. ما شاء الله تبارك الله، ألذ كيك التمر بأسهل طريقة. بطل وصفتي لليوم قشطة الديوانية وحليب مركز ومحلى برضو من الديوانية، منتجات رائعة أنصحكم تجربوها، والأهم من كده أسعارها خرافية، لا تفوتكم جربوها، وصراحة جودة ممتازة. الله الكيكة هذه عارفين ايش يبغالها؟ يبغالها كده جلسة مع الحبايب مع قهوة ونحلي بالكيكة هذه. يا سلام، جرعة سعادة، جرعة سعادة. ما شاء الله تبارك الله، تفتح النفس، روعة. انتظر تطبيقاتكم الجميلة.